علامة الجزاء يقف فلان على علامة الجزاء يتقدم. الله الله في روما لا يهم من يحضر، المهم أن لا يغيب ديبالا، المهم أن لا يغيب ديبالا. جوهرة روما يتقدم لهم من علامة الجزاء 1-0 بعكس مجرى المباراة، بعكس ديربي الشمس. يتقدمون ويظهرون كرة القدم أهداف. انظروا إلى تركيزه، انظروا إلى النهاية، الكرة ذهب إليها ميرد لكنها بعيدة. الأرجنتيني يقدمهم 1-0. يتقدمون، يرسل الكرة تعود إلى أوليفييرا، صواب الكرة، يتغير اتجاهها ويعود اتجاه نابولي، ويعود اتجاه نابولي. ظهيرهم يسجل، ظهيرهم يسجل، إن لم يفعل أوسيمين ذلك. الكرة تصطدم لكن الرغبة تعود، لكن نابولي يتنفس، لكنهم في الجنوب يحتفلون، لكن ماتياس أوليفييرا يعود مرة أخرى عن طريق مدربة. يا للسيناريو في الشوط الثاني، شوف اللقطة، كايو سيتي في اللقطة الماضية، شوفوا التمريرة، ماتياس بداها وهو الذي ذهب إلى الكرة، وهناك لقطة اشتراك مع كايو سيتي. قد يعودون إليها، قد يعودون إليها، تغير اتجاهها. أوسيمين من علامة الجزاء يتقدم. الله الله، القلوب مثقلة لكن الرؤوس مرفوعة، القلوب مثقلة لكن الرؤوس مرفوعة. الرجل الكبير يظهر في الموعد الكبير من علامة الجزاء. أخبروني بأنك تغيرت يا أوسيمين، هل أصدقهم أم أصدق عيناي؟ يعود أوسيمين من علامة الجزاء ليتقدم لنابولي بهدف ثاني بعد أن صنع الكرة اكفرت سيخيليا. وهذه الكرة من ديبالا، وهذه الرأسية، الله الله، لم يأتي، لم يأتي دي روسي لوحده هنا، أتى ومعه أبراهام، لكن ماذا يقول الحكم؟ هل ألغي الهدف؟ هل كان متسللا؟ يا للكرة يا أبراهام، يا للكرة. ينتظرون فارا، الهدف يحتسب، روما يعدل النتيجة، روما يعود للقمة، دي روسي لا يخسر في الجنوب حتى الآن. تم يا أبراهام، تم يا أبراهام، إنه روما وإنه الآن تامي يسجل ويعوض لوكاكو ويسجل من أول فرصة يحصل عليها. شوف الرأسية من الديكا، شوف تامي أبراهام.